عن كومبوزيت بوديز طريق جيلي عشان نوجد السنترويد له شكل معين. لو كان عندنا شكل معقد شوي زي هيك 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 مثلا، مو طالع زي هيك بهذه الطريقه، وبطلب عنك انك توجد السنترويد تبعه. الان هذا الشكل كثير، يعني لو بدنا نحله على التكامل صعب جدا توجد الفانكشن لهيك بعدين، واذا او قدرت توجد الفانكشن ولكن شو اسمه الستريب من الصعب توجده، مش هتعرف كيف بدك تاخذ، مش هتكتفي بواحد اصلا. ولكن في هذه الحاله نستخدم طريقه الكومبوزيت بوديز، بنقسم الشكل اللي معناه اجزاء، كل جزء بيكون منتظم، يعني لو كان دائره او مربع او مستطيل او كذا بناخذ السنترويد تبعه، بصير في عندنا شكل زي هيك مثلا، هاي السنترويد تبعه هون وهي هون وهي هون كذا، كل واحدة لها السنتر تبعها. فلما باخذهم بعدين بجمعهم مع بعض بطريقة معينة بطلع الريزلت تبعهم، تطلع بالأخير منطقة معينة هون بطلع إحداثياتهم. الآن قبل هيك لازم نتعرف على أشكال هاي وين السنتر تبعها. بس نشوف المثال عشان نبين المثال إنه كيف شكله. هون في عنا هيك 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 هيك، فأنا بنحكي إنه معطينا النقطة هاي بعدها عن الأوريجن 6 ب10، ولكن المشكلة إنه صعب جدا تكامله، لذا رح نلجأ لطريقتنا للكومبوزيت بودي. الآن نشوف بعض الأشكال. بنشوف إنه السنتر تبعها اللي هو الإكس بار والواي بار برايم، عفوا إكس برايم والواي برايم لبعض الأشكال. أن المربع أو المستطيل بكون بالوسط تمام، بالوسط تماما لانه سيمتري. لذا لو اجينا حطينا الاوريجن هون، هون الواي الاكس عفوا هون الواي، بكون احداثيات هاي بي على 2 بالاكس، هيها من هون لهون اتش على 2 بالواي، هاي احداثياته لانه بالوسط. وهون نفس الطريقه لو حطينا الاوريجن، اوريجن هون هون حطينا اوريجن، بكون في عنا هون واي هون اكس، احداثيات هاي ايش؟ ار بالواي بالاكس وار بالواي، لانه كمان سيمتري يعني بالوسط تمام. ولكن لو اجى عنا شكل مش سيمتري ايش رح نعمل فيه؟ وكان عنا مثلث، مثلث بهذا الشكل وهاي الاوريجن واكس واي، رح يصير كالتالي انه المثلث، المثلث عن الزاوية تبعه، الزاوية القائمة تبعه السنتر 3/3 هاي المسافة وثلث هاي المسافة عن نقطة القائمة، من هون لهون ثلث ومن هون لهون الثلث، هاي لازم نعرفها. أوه طبعا هذول حفظ ما فيه. وعندنا مثلا نص دائرة بهذا الشكل، وكان عندنا سنتر هون، السنتر هون الأوريجين. الآن نعرف إنه نصف الدائرة، نصف الدائرة زي هيك سيمتري، ولكن يعني على اليمين وعلى اليسار سيمتري، ولكن فوق وتحت لا، يعني بالإكس سيمتري وبالواي لا. لذا السنتر تبعها بالإكس راح يكون بالنص تماما إكزاكتلي، يعني يا هون يا هون يا هون يا هون يا هون، ولكن طبعا براته وش راح يكون؟ فاذا راح يكون بالخط بس، لذا راح يكون بالخط هذا من هون لهون يا هون يا هون يا هون يا هون. اذا بيحكي يعني من هون لهون كم صارت؟ ار. ولكن من هون لهون كم راح يطلع؟ في قاعده تحكي لك انه من هون نصها منطقة من هنا قاعدة لا فوق يكون في عنا 4 r على 3 y، هاي حفظ كمان. وفي حالة ربع الدائرة نفس الاشي تماما، ولكن انه صار عنا ما في سيمتري، يعني ما فيش r هنا، تكون لو اخذنا هون الاوريجن يكون عنا 4 r على 3 y، وهون نفس الطريقة. الان لازم نعرف انه هذول بيطلعوا لنا اكس برايم واي برايم،
راح نحتاجهم بعد شوي. طبعا هاي اكس برايم وهاي واي برايم برايم، هون هون نفس الشيء، اكس برايم واي برايم اكس برايم واي برايم نفس الطريقة هون على الاوريجن. الآن اللي بدنا نعرفه لو كان عندنا شكل زي سؤالنا السابق زي هيك، ايش رح نستفيد من الاشي اللي اخذناه قبل شوي، وايش القاعدة كيف بدي اجمعهم؟ احنا كنا رح نطلع المركز لكل جسم فيهم، بعدين نطلع الريزلت تبعهم. الآن عشان نطلع الاشي اللي رح نعمله، رح نقسم الشكل اول اشي اشكال منطقة، بعدين نوجد الاكس برايم والواي برايم لكل شكل فيهم، بعدين نوجد المسافة المركز مثلا، هاي عندنا الشكل الاول نقسمهم من هسه نمشي خطوة خطوة. هاي مثلث صارت، ناخذ هذا كلياته كمثلث واحد عشان نعرف نتعامل معه. طبعا وهون في عنا هاي الشغلة، هون هذا الشكل كيف ناخذه؟ نحكي هون في عنا جزء منه رايح، فلو اخذنا زي هيك مثلا، لو اخذنا هيك مستطيل وهيك مستطيل وضل عنا هاي كمان، يعني صار عنا هيك مثلا هيك وضل هاي، هاي المنطقة مش داخلة. إذا بهاي الحالة ايش داعي على هاي الشغلة كلها؟ باخذه كله كمستطيل واحد وبطرح منه شكل جديد اللي هو ربع دائرة، هاي الشكل سميه واحد مثلا، هاي اثنين وهاي الثالث. الثالث راح تكون الاريا تبعه بالسالب. الآن عنا ثلاث أشكال، السنترويد لهاي، السنتر لهاي راح يطلع هون، وهاي راح يطلع هون، وهاي راح يطلع هون. لذا بوجد المسافة من هون للأوريجن، والأوريجن هيو هون بقدر أوجدها، بقدر من هون كمان عن الأوريجن، من هون عن الأوريجن. بصير معنا X برايم Y برايم لكل واحدة فيهم اللي هي مسافتها عن السنتر أو الأوريجن، فهي أوجدناها. بل عنا الاريا لكل جزء. الآن أنا قاعد بسعى إني أحقق هذا القانون، X بار بتساوي مجموع الاريا X برايم ومجموع الاريا الكلية، يعني ناخذ كل جزء وبضربه بالإكس بار تبعه، هاي الإكس بار تبع الجزء المثلث، بضربه بالأريا تبعية المثلث لحاله، وبجيب الأريا تبع هذا الشكل ضرب الإكس بار إكس برايم تبع هذا الشكل، وبجيب هاي كمان هاي زائد هاي ناقص هاي، يكون عن المجموع على مجموع الأريات، بجمع الأريا هاي والأريا هاي وبطرح الأريا هاي منهم، بقسمهم مع بعض بيطلع معنا الإكس بار. ليه الاكس بار ايش؟ السنتر الكامل تقريبا بيجي هون او هون مش عارف، هي انا حاطه هون هي بيجي هون، وهذا المطلوب. الافضل بهاي الاسئله انه نجيب زي جدول تحط فيه الشيب رقم مثلا 1 2 3 1 2 3، تروح على تحط الاريا هون لكل واحدة فيهم وتحسبها 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 مباشرة، وتحط الإكس برايم وتحسبها لهون، والواي برايم وتحسبها، بعدين A إكس برايم لكل شكل، والأخير راح يكون A واي برايم. لذا بتطبق على القانون مباشرة اللي هو إكس بار بتساوي مجموع A إكس برايم على مجموع A، والواي طبعا نفس الطريقة واي بار يساوي مجموع A Y برايم على مجموع A. A Y برايم أو A X برايم، خلينا نحكي A X برايم هياتها، هون نحط المجموع ومجموع الأريا، نحط المجموع هون مجموع الأريا، خلاص هاي معنا وهاي معنا، أقسمهم مع بعض يصير X بار تساوي هذا الحد على هذا الحد، وبيطلع معك قيمة لـ X بار. والـ Y بار نفس الطريقة، مجموع هاي A
واي بار اللي بيطلعوا معك هون تسوهم، انتهى السؤال. الآن نشوف كيف راح ينحل بشكل طبعا. الآن هاي الستبس، أول إشي بنقسم الشكل لا أشكال معلومة، بعدين نوجد السنتر لكل وحدة، اللي هي السنتر لكل وحدة مثلا عندنا شكل هيك مثلث، نعرف إنه من هون لهون هون بي على 3، هون اتش على 3، اللي هي من هون لهون هاي اكس وهاي واي. ايش الفرق بين اكس بار واي بار؟ اكس بار اللي عند الاوريجن ناخذها من هون، اكس برايم عفوا، اكس برايم عند الاوريجن من هون، هاي اكس برايم وهاي واي برايم للشكل ذاته. لذا بدي اجمع لها مسافه من هون لهون ومسافه من هون لهون، حتى لو كان الشكل بالعكس، لو كان انه مثلث بهذا الشكل، نعرف انه من هون لهون قيمة، من هون لهون قيمة اللي اتش على 3 وبي على 3، وهون الاوريجن بدك تحسب من هون لهون من هون لهون. كيف هاي؟ اللي بي من هون لهون بي ناقص بي على 3 اللي هي ثلثين بي، من هون لهون المسافة تكون معطاة معك، وهاي بنفس الطريقة. لذا هاي اكس وهاي واي لكل منهم، اللي هي لحد الشكل المعلوم عنا اللي حفظناه حفظ. بعدين نوجد المسافة بين الريفرنس والسنتر اللي هي اكس برايم وواي برايم، وجدنا حكينا عنها قبل شوي. نطبق اكس بار تساوي مجموع الاي اكس برايم على مجموع الاي، واي بار يساوي مجموع اي واي برايم على مجموع الاي. ونلاحظ انه اذا كان في عنا جزء فاضي مفرغ يعني نطرحه طرح، إشارة الاريا تبعه تكون طرح. هاي الشكل الشيب الجودة اللي راح نعمله هي راح تكون زي بهذه الطريقة، A X prime Y prime A X prime A Y prime مجموع 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 مباشرة بطلع لي. الآن الشكل، الشكل حبيت أقسمه بهذه الطريقة، يكون هاي مثلث جزء رقم واحد ومستطيل كامل جزء اثنين، وهذه صغيرة اللي هي ربع الدائرة هاي يكون جزء ثلاث. الآن أول خطوة إنه قسمه قسمناها، الخطوة الثانية إنه أوجد الـ X والـ Y. عن إيش؟ عن إيش اللي حفظناه؟ إحنا حكينا المثلث من الزاوية القائمة تبعه بيكون هون الـ H على 3 وهون الـ B على 3، فبنحكي من هون لهون 20 على 3، 20 على 3 خلينا هاي بتيجي هون، وهون في عنا ايش؟ اللي هي كلها 15 15 على 3. اذا المسافة من هون لهون معلومة، المسافة من هون لهون معلومة، هاي اكس وهاي واي. ولكن احنا ايش اللي بدنا اياه؟ اللي بدنا اياه انه نقولها عند الاوريجن، كان هيك مثلث هيك مثلث، هاي المسافة من هون معلومة من هون معلومة، نقوله عند هاي النقطة. الان نعرف كيف بس نجمع جمع يعني شوية اشياء. الان نستطيع نفس الطريقة، أخذنا من عند هاي النقطة فراح يجي بالنص تماما 7.5 و10 سنتي اللي 20 على 2، 15 على 2، وهون 4 آر 3 باي عن كل طرف لا المركز تبع ربع الدائرة، يكون هون 4 آر 3 باي 4 آر على 3 باي. الآن نشوف كيف راح نطلع إكس برايم واي برايم لكل جزء فيهم. الآن لو مسكنا مثلا الجزء المثلث، حكينا نرجع على الشكل عشان نشوف وين كان، الآن هاي المثلث كان عندنا المسافة من هون لهون اللي هي حكينا انه 15، كيف وجدناها 15؟ انه هون كلياته طوله من تحت 30، ومن هون لهون 15، هو معطيني هاي 15 وهي 30، هي بتطلع 15%. الآن كانت المسافة من هون لهون معطاة معنا اللي هي 15 على 3 اللي هي 5، من هون لهون 20 على 3 على
الآن بدي أوجد من هون لهون، كيف راح أوجدها؟ بحكي كان في عنا المسافة هاي من هون لهون قيمتها 10، المسافة من هون لهون 20 على 3، فبنحكي الواي برايم بتساوي 10 زائد 20 على 3، هي من هون لهون 10 من هون لهون 20 على 3، هاي الواي برايم. طيب الاكس برايم بنفس الطريقة، نحكي من هون لهون 6 ومن هون لهون 15 ناقص 5 اللي هي 10 يعني، لأنه احنا اتفقنا من هاي النقطة ناخذ ال بي على 3 الاكس اللي هي 10، فبنحكي 6 زائد 10 فبيطلع هاي الاكس بار اكس برايم والواي برايم بالأول شكل اللي هو شيب نمبر 1. طيب الشكل الثاني ما بتفرق شيء، هاي ال شو اسمه السنتر تبعه من هون لهون نصف المسافة اللي هي 7.5، من هون لهون كمان نصها اللي هي 10، فبنحكي كم بعده عن الأوريجن، من هون لهون 6، من هون لهون 15، من هون لهون 7.5، 15 لحد هون 7.5، فبنجمعهم مع بعض بعطينا الإكس نفس الطريقة من هون لهون 10، من هون لهون كمان 10، فبصير عندنا بالإكس 6 و15 زائد 7.5 تطلع تقريبا 28، تقريبا 28 هاي واي اكس برايم والواي برايم تساوي 20. هسه رح نشوف الحل عبارة عن ورد، وعندنا هاي المنطقة عندنا هاي ربع الدائرة من هون لهون 4 ار على 3 باي 4 في 5 ار طبعا مقطوع 5 على 3 ضرب باي، فبنحكي المسافة من هون مقطع المسافة من هون مقطع، فبنحكي انه من هون لهون معنا، فانا بدي المسافة من هون لهون ومن هون لهون، هاي المسافة بنقسمها هيك كاملة، فبنحكي من هون لهون 6 15 هاي كلها من هون لهون كلها من هون لهون 1 15، وهي المسافة من هون لهون 4 ار على 3 باي، اذا 6 زائد 15 زائد 15 ناقص 4 ار على 3 باي بيعطينا الاحداث الاكس برايم، الواي برايم نفس الاشي 10 من هون لهون زائد 4 ار على 3 باي، انتهت الاكس بار اكس برايم واي برايم، ونحطهم الان بالتيبل. شوف الحلول زي هيك، كان هاي المثلث وهاي 6 وهاي 10 لانه 15 ناقص 5 طلعت اكس برايم واي برايم، وهون نفس الاشي عندنا هاي المستطيل 6 زائد 5 زائد 7.5 هون 10 زائد 10 عندنا هاي ربع الدائرة، ربع الدائرة نفس الاشي 6 زائد 15 زائد 15 ناقص 5 اللي هي ايش 15 ناقص 5؟ اي طريقة بتقدر تستخدم، حكيت انه كل طوله 15 الاخير، هون في عنا ربع دائرة بهذا الشكل من هون لهون 5، حكيت 15 ناقص 5 اللي هي المسافة زائد هاي المسافة ايش اللي هي 5 ناقص 4 ار 3 واي، مش فارقة طبعا زي ما بدك تشوف، بيطلع معك 33.878 والواي برايم كمان بتطلع معك. الان بعبيهم بالتابل، كيف رح نعبي التابل؟ حكينا التابل في الشيب والاريا لكل واحدة والاكس برايم والواي برايم اي اكس برايم اي واي برايم، الاشكال باخذ كل شكل لحال، مثلث المستطيل الدائرة بهذا الشكل، بوجد الاريا لهاي بحطها هون اول خيار، الاريا لهاي بحطها جنبها، والاريا لهاي بحطها جنبها،
هاي راح تطلع طبعا بالسالب، انا راح احطها بالسالب لانه هاي جزء مفرغ. الاكس برايم والواي برايم طلعتهم انا، بحطهم جنبهم زي ما هم. بعدين بضرب هاي في هاي بحطهم هون لكل واحدة، وهاي في هاي بحطهم هون لكل واحدة، وبينتهي بوجد المجموع لهاي والمجموع لهاي والمجموع لهاي، وبوجد الاكس برايم اكس بار والواي بار مطلوبات عندي. في عنا هيك مسطور قاعدة في الارتفاع المثلث نصف 15 في 20 بيطلع معنا 150، وهون هاي 16 طلعت معنا من السؤال فوق كمان بتصير ايش طلعت معنا. الان بضرب 150 في 16 بحطها هون، 150 في 16.7 بحطها هون فبتطلع معنا. والشكل الثاني نفس الطريقة، الطول ضرب العرض 300، وهون هاي طلعت معنا بحطها زي ما هي، وهون بضربها هاي بهاي وهاي بهاي. الان الدائرة مسحت الدائرة طبعا باي ار سكوير، باي ار سكوير ولكن من ربع دائرة، باي ار سكوير على اربعة طبعا نحط الاشارة السالبة لا ننساها، سالب باي ار سكوير على اربعة، الار خمسة ما طال السؤال، بيطلع معنا سالب 19.63. اكس برايم معنا واي برايم معنا، بضرب هاي زي ما هي طبعا بشرطها هاي زي ما هي. الان باخذ المجموع، المجموع راح يطلع معنا مجموع A، مجموع A X prime و A Y prime. طبعا ليش قاعد باخذ هاي الاشياء وليش بوزن المجموع؟ عشان اتذكر القاعدة الاساسية في X bar تساوي مجموع A X prime على مجموع A، هاي مجموع A X prime وهاي مجموع A، بطلع X bar اللي هي احداث ال X للسنترويد، وال Y bar بتساوي مجموع A Y برايم على مجموع A. الواي بار هاي هياتها وهاي معانا هياتها، اذا عوض زي ما هي وبيطلع معك الجواب. انا شوف التعويض، هياتها مجموع A X بار طلع معنا 10285.6، وهاي طلعت معنا ال Y 8263 10000 8000 420 430 طبعا 13 430 مجموع الاريا هياتها. الان طلعت معنا احداث السنترال بالاكس 23.9 وبالواي 19.3.